قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: السابعة، السابعة من ماذا؟ السابعة من فوائد غض البصر. هذه الفائدة السابعة وهي تساوي الدنيا والله، يعني فوائد يعني مباركة مضبوطة لها أدلتها. قال: السابعة أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة. غض البصر عما حرم الله يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، الثبات عند الفتن والشجاعة الإقدام في وقت الإقدام والإحجام في وقت الإحجام، والقوة الصلابة. والمؤمن قوته في قلبه، ترى القوة في قلبه، قد يكون نحيل وضعيف الجسم لكنه قوي القلب، عنده قوة. وانظر مثلا إلى بعض العبادات التي نقوم بها، ترى أن بعض الناس مريضا كبيرا متعبا منهكا، اللهم بارك، خيل مضمرة، وبعضنا تراه قويا شابا عنده فتوة، ربما لا يتحمل ما يقوم به هذا المريض من العبادات، هكذا. فالقوة إنما تكون في القلب، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال: فجمع الله له بين سلطان النصرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الأثر: الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، يفرق يخاف. نعم، جاء في فضائل عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلك ابن الخطاب طريقا أو واديا أو فجا سلك الشيطان فجا غير فجك. إذن الشيطان يفرق من القوي، يخاف منه، لكنه إلى الضعيف أسرع. قال الله في الكفار: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تحركهم تحريكا. قال رحمه الله: وضد هذا تجد في المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها ما جعله الله سبحانه في من عصاه. وهذا ملاحظ، كما قال الحسن: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فمن عصى الله فهو ذليل، العاصي ذليل. طيب، السبب في ذلك أن الله يقذف الرعب في قلوبهم. انظر إلى الكفار، قال الله: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، خوف. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. العزة في طاعة الله وفي الامتثال لأمر الله. وانظر إلى قول الحسن: وإن طقطقت بهم البغال، في زمنه لم يكن هناك مراكب إلا من بهيمة الأنعام ومن البغال والحمير والبراذين، نعم، وهي نوع من فصيلة الحمير، فكانوا يركبونها وهم عصاة،
هؤلاء وإن ركبوا المراكب الفارهة ولبسوا الثياب الجميلة وسكنوا الدور النظيفة ذل المعاصي في وجوههم. قال الله: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. هنا يعني في قلوبهم الذل. قال: وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاعته والذل قرين معصيته، فقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنت العالي، رفعك الله. قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم. فالمؤمن يرتفع بإيمانه، ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فهم يسخرون منهم وهم فوقهم في الدنيا والآخرة، لأن المؤمن يتصل بالله وذاك يتصل بالشيطان. قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل ظاهر وباطن. قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وظاهر على الجسد من اللباس واللحية والزي، وباطن من الخشية والإنابة والتوكل والاعتماد على الله سبحانه. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله، بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. هنا العزة في طاعة الله، في التقرب إلى الله، وفي دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. هذا الحديث عند أبي داود من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، وهو في الصحيح المسند للعلامة الوادعي رحمه الله. إذن الولي من أولياء الله لا يذله الله، والعاصي الذي يعاديه الله لا يعزه الله أبدا. ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، وله من العز بحسب طاعته، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وله من الذل بحسب معصيته. انظر إلى هذه الفائدة: غض البصر يورث الشجاعة والقوة والثبات في القلب. انظروا مثلا إلى شخص في مكان ما يقرأ القرآن، يصلي، يطلب العلم، يذكر الله، ودخل عليه داخل، هل يفزع؟ هل يخاف؟ هل يتحرج؟ أبدا. لو كان العكس، تراه في مكان يعصي الله، يشاهد ما حرم الله، يقع في معصية الله، ودخل عليه داخل، كيف يكون حاله؟ يرتبك ويخاف. هذه هي ذل المعاصي. فمن أراد العزة فعليه بترك المعصية. الله جل وعلا يثبت قلبه، وفي الدنيا وعند الموت وفي القبر ويوم البعث. في مشارق الأنوار، البراذين هي الخيل غير العراب والعتاق، يعني ليست عربية وليست قديمة، وسميت بذلك لثقلها، وأصل البرذنة الثقل.